بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في حلقة من برنامج علم وتأمل. الحقيقة موضوع اليوم موضوع شائك نوعا ما، ولكن سنحاول تبسيطه قدر المستطاع. قبل 100 عام وفي زمن أينشتاين، كان عدد الذين يفهمون النظرية النسبية ربما يعد على أصابع اليدين. أما اليوم فكل واحد منا يستطيع أن يفهم هذه النظرية بسبب التطور التقني الهائل الذي يشهده عصرنا الحديث. فما هي النظرية النسبية؟ ما هي فوائدها؟ هل الإنسان يستطيع أن يذهب إلى الماضي فيرى الأحداث التي حدثت مثلا قبل آلاف السنين؟ هل نرى النجوم في مواقعها الحقيقية؟ هل صحيح أن النجوم لا نراها في أماكنها؟ في البداية دعونا نعود بكم إلى عام 1905، حيث عاش في ألمانيا أحد عباقرة القرن العشرين وهو ألبرت أينشتاين. بدأ بالتفكير بطريقة مختلفة قادته لهذا الاكتشاف العظيم الذي غير وجه العالم، النظرية النسبية. طبعا هنا نرى صورة العالم العبقري ألبرت أينشتاين في أواخر حياته، الذي غيرت نظريته بالفعل مفهومنا عن الزمان والمكان. حسب موقع بي بي سي، يعتبر أينشتاين الفيزيائي الأكثر تأثيراً في القرن العشرين. وقضية هذا العالم تتلخص ببساطة أنه نظر للعالم من حوله بطريقة مختلفة. فبدأ يطرح هذا السؤال: ماذا يحدث لو استطعنا اللحاق بموجة ضوء وتمكننا من السير بنفس سرعة الضوء؟ هذا السؤال ألهمه المزيد من التفكير عن هذا الكون، كيف تعمل القوانين في الكون. ففي عام 1905 نشر النظرية النسبية التي ستغير وجه العالم فيما بعد. بناء على هذه النظرية سيتم اختراع الأسلحة النووية المدمرة، ومنها القنبلة الذرية. هذه القنبلة الذرية الحقيقة كان لها أخطر الأثر على صياغة شكل العصر الحديث. في الزمن الذي عاش فيه أينشتاين، كان معظم الناس يعتقدون أن الضوء يسير بلمح البصر. اعتبر أينشتاين أن الضوء له سرعة ثابتة ومحددة ويمكن قياسها. هذه السرعة هي أعلى سرعة كونية، أي لا يمكن لأي جسم أن يتجاوز هذه السرعة أو يتفوق على سرعة الضوء. هذه النظرية أثبتت وجودها بالفعل مع مرور السنين. حتى الآن لا يوجد جسم في الطبيعة استطاع التفوق على سرعة الضوء، بل إن النظرية تؤكد أن أي جسم إذا وصل إلى سرعة الضوء سيتحول إلى طاقة ولن يبقى جسما ماديا. طيب، سرعة الضوء كم تبلغ في الفراغ؟ الحقيقة سرعة الضوء بالضبط تبلغ 458,792,299 مترا في الثانية، وهو ما يعادل تقريبا 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. مثلا لو قدر لنا نحن البشر أن نسير بسرعة الضوء، سوف نصل إلى القمر خلال ثانية وربع فقط. سوف نصل إلى أي نقطة على وجه الأرض خلال أقل من ربع ثانية، ولكن رحلتنا إلى الشمس ستستغرق 8 دقائق. أقرب نجم لنا، هذه طبعا مجرتنا وفيها
أكثر من 100 مليار نجم مثل شمسنا، ومنها ما هو أكبر من الشمس. إذا أردنا أن نصل إلى أقرب نجم لنا سوف نسير، يعني إذا سرنا بسرعة الضوء نصل بعد 4.2 سنة، يعني نستغرق 4 سنوات وربع تقريبا لنصل إلى أقرب نجم لنا، وهذا طبعا إذا تمكننا من السير بسرعة الضوء. السنة الضوئية هي ما يقطعه الضوء خلال سنة كاملة، يعني تصور الضوء يقطع في ثانية 300,000 كيلومتر، فكم يقطع خلال سنة؟ طبعا المسافة تقدر 9.5 تريليون كيلومتر، فتصور أننا حتى نسير، لو استطعنا طبعا أن نسير بسرعة الضوء إلى أقرب نجم يجب أن نقطع مسافة بحدود 40 تريليون كيلومتر، والتريليون طبعا هو مليون، يعني واحد وبجانبه 12 صفرا. مجرتنا أيها الأحبة، هذه المجرة الحلزونية يبلغ قطرها 120,000 سنة ضوئية، أي أن الضوء يستغرق حتى يقطع المجرة من حافتها إلى حافتها 120,000 سنة. فتصور هذه مجرة واحدة فقط من بين مئات المليارات من المجرات تنتشر في هذا الكون الواسع. أينشتاين فكر بهذا الكون الواسع، ما هو شكل القوانين إذا أردنا أن نطبقها على مسافات كبيرة جدا؟ طبعا القوانين كما نعرفها ستتغير، لأن المسافات الكونية الكبيرة والهائلة تتحكم فيها قوى الجاذبية التي نحن لا نكاد نشعر بها، ولكن على المسافات الطويلة يكون لها تأثير كبير، ويكون للزمن مفهوم آخر أيضا. طبعا بما أننا نعيش على أرض، هذه كرتنا الأرضية، محيط هذه الأرض 40,000 كيلومتر، فنحن في ربع ثانية نستطيع قطع مسافة 75,000 كيلومتر، أي أكبر من محيط الأرض، إذا سرنا بسرعة الضوء. تصور في ربع ثانية تستطيع أن تلف في الأرض مرتين تقريبا، وبالتالي لا نستطيع إدراك الزمن القصير على الأرض. لكن ماذا يحدث إذا نظرنا للمسافات البعيدة جدا، حيث هناك مليارات التريليونات من الكيلومترات؟ سرعة الضوء ستبدو ضئيلة جدا أمام هذه المسافات الهائلة، بل إن الذي يتحرك بسرعة الضوء يظهر وكأنه سلحفات بطيئة. مع هذه المسافات الهائلة يجب أن يكون للزمن معنى آخر غير الزمن الذي نعرفه. السدم الكونية منتشرة في الكون، يعني هذه صورة لسديم كوني فيه نجوم، فيه دخان كوني، فيه غبار كوني. طبعا الزمن ليس هو الوحيد الذي يتحكم ولا المكان، هناك قوى الجاذبية. هذا ما فعله أينشتاين عندما فكر أن الزمن له تأثير في الفراغ أو في الفضاء، فأضاف محور اسمه المحور الرابع أو البعد الرابع، محور الزمن، حيث نحن لدينا المكان، يعني X Y Z الارتفاع والطول والعرض، وهناك بعد رابع ينطلق هكذا هو محور الزمن. أصبحنا بعد هذه النظرية لا نستطيع تحديد أي نقطة في الفضاء بإحداثياتها المكانية فقط، بل لابد من إضافة إحداثية جديدة هي الزمن، لكي نعرف موقع مثلا نجم معين في الكون. لا يكفي أن نقول إنه يقع على نقطة إحداثياتها X Y Z أو سين عين صاد، بل يجب أن نحدد الزمن الذي يقع فيه هذا النجم، لأن يعني النجوم كما قلنا لا نراها في مواقعها الحقيقية. فمثلا هذه سدم كونية ونجوم وأجرام كثيرة جدا تظهر أمامنا وتمتد للتريليونات الكيلومترات. هنا نطرح السؤال التالي، هل نرى النجوم في مواقعها الحقيقية فعلا؟
بالطبع حسب النظرية النسبية فإن ضوء أي نجم لا يصلنا حتى يقطع المسافة إلينا، وبالتالي يستغرق هذا النجم زمنا محددا لأن الضوء يسير بسرعة محددة هي 300,000 كيلومتر في الثانية. أيها الأحبة، لكي ندخل إلى أعماق هذه النظرية ونتأمل كيف أن الإنسان يستطيع أن يرى الماضي بشكل مذهل وبناء على هذه النظرية، دعونا أولا نذهب لهذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. عدنا إليكم أيها الأحبة، سنتحدث الآن عن مواقع النجوم وكيف يمكننا رؤية الماضي من خلال هذه النظرية، وهذه حقيقة علمية. لنفرض أننا وقفنا اليوم على أحد كواكب مجرة بعيدة، مثال على ذلك لدينا مجرة تسمى هذه المجرة NGC 3972. هذه المجرة تبعد عنا 65 مليون سنة ضوئية. معنا فيديو لمثل هذه المجرات البعيدة التي تبعد عنا ملايين السنوات الضوئية. الحقيقة إذا قدر لنا أن نقف على كوكب من كواكب هذه المجرة ونظرنا من هذه المجرة إلى الأرض، سوف نرى الأرض كما كانت عليه ليس الآن، قبل 65 مليون سنة، لأن الضوء الذي انطلق من الأرض قبل 65 مليون سنة وصل اليوم إلى تلك المجرة، وبالتالي سوف نشهد عملية انقراض الديناصورات التي حدثت كما يعتقد العلماء قبل 65 مليون سنة. هذه الديناصورات طبعا انقرضت بفعل نيزك ضخم سقط على الأرض، وهناك تفسيرات أخرى، ولكن المهم أنه مضى 65 مليون سنة على اختفاء هذه الكائنات العملاقة. طبعا إذا نحن بهذه الطريقة تمكننا من رؤية الماضي، إذا نحن نرى الماضي وليس الحاضر، ويمكننا القول بأننا نرى ماضي النجوم وليس حاضرها، وكل هذا بسبب أن الزمن أصبح بعدا رابعا، لا نستطيع رؤية أي شيء في نفس اللحظة، بل يجب أن ننتظر حتى يصل ضوء هذا الشيء إلينا لأنه يسير بسرعة محددة. حقيقة ماذا لو تمكن الإنسان من تصميم مركبة فضائية تسير بسرعة أكبر من سرعة الضوء ليعبر عبر هذه الكواكب ويعبر المسافات الكونية الهائلة؟ إنه بإمكانه أن يسبق الزمن ويرى الماضي، ولكن المركبة التي تسير بسرعة الضوء سيتوقف الزمن بالنسبة لراكبها، فقد يعود رائد الفضاء إلى الأرض بعد 10 سنوات ليكتشف أن سكان الأرض مرت عليهم 10 سنوات ولكنه لم يكبر وبقي كما هو. وهذه طبعا مجرد نظرية لم يتم تحقيقها في الواقع حتى الآن. المجرات الكثيرة والمسافات الهائلة التي يعني تفصل بينها في الكون تحكمها قوى الجاذبية، فالجاذبية تتحكم في توزع المجرات في هذا الكون العظيم. الجاذبية تتأثر بالكتلة، أي كلما كانت كتلة الجسم أكبر كانت جاذبيته أكبر. يعني هنا مثلا لدينا هذا السديم الكوني الذي يمتد للتريليونات الكيلومترات، له جاذبية كبيرة. المجموعة الشمسية تترابط مع بعضها بقوى الجاذبية. بما أن الشمس هي الجسم الأكبر في المجموعة الشمسية وهي تشكل أكثر من 99% من كتلة المجموعة الشمسية، وأقل من 1% هي كتلة كل الكواكب، كواكب المجموعة الشمسية، فإن الشمس هي التي ستسيطر على كواكب
المجموعة الشمسية، أي كلما كانت كتلة الجسم أكبر كانت جاذبيته أكبر. فكيف يتم ذلك؟ الحقيقة المجموعة الشمسية تترابط مع بعضها بفعل قوى الجاذبية، وبما أن الشمس، طبعا شمسنا هي الجسم الأكبر، فإن حقيقة يعني هذه الحقيقة، بما أن هذه الكواكب تدور والشمس تجذبها، أنا لابد أن أتذكر هنا قول الله تعالى: وكل في فلك يسبحون. إذن كما أن هناك علاقة متبادلة بين المكان والزمان فلا ينفصلان عن بعضهما، لذلك النظرية النسبية تقول هناك ما يسمى بنسيج الزمكان، يعني الزمان والمكان مترابطان لا ينفصلان عن بعض، لا نستطيع أن نفصلهما. هذا النسيج ممتد في الفضاء ويتأثر بأي شيء. وهناك أيضا كما تقول النظرية علاقة متبادلة بين الكتلة والجاذبية، لا تستطيع أن تفصل جاذبية الشيء عن كتلته. لذلك النظرية تقول إن أي جسم له كتلة لابد أن يكون له جاذبية، هذه الجاذبية سوف تؤثر على نسيج المكان والزمان، وأي جسم يمر عبر هذا النسيج سيحدث تشويها أو تشوهات لهذا النسيج الزمكاني. طبعا هنا لدينا تصور لنسيج الزمان والمكان، هذه الشبكة، وهنا نرى الشمس مثل كرة تشوه وتحني نسيج الزمان والمكان بفعل جاذبيتها. فالزمان يمثل بشبكة ثلاثية الأبعاد، والشمس تحدث تشوها والأرض كذلك في هذا النسيج، وطبعا جميع الكواكب والمجرات تحدث هذا التشوه. النظرية النسبية تنبأت بأجسام ثقيلة وغير مرئية في الكون تحدث تشوهات في نسيج الزمكان وتؤثر على مسار النجوم، وهي ما كشفه العلماء بعد ذلك وأسموه الثقوب السوداء. طبعا لدينا هنا فيديو 3D تمثيلي لثقب أسود يدور ويكنس ويشفط، كل شيء يقترب منه وحوله هذا الغاز الذي يدور، وكأنه يبتلع نجم الآن. فبسبب الوزن الهائل للثقب الأسود فإنه يؤثر على نسيج الزمان والمكان، ولذلك تعتبر هذه النظرية من أهم النظريات في العصر الحديث، لأنها تنبأت بالعديد من الظواهر الكونية، والتجارب أيدت صدق هذه النظرية في كثير من نواحي العلم. أيها الإخوة، إن الزمن يتباطأ مع زيادة سرعة الجسم المتحرك، لدينا علاقة بين الزمن والسرعة هنا. من المفارقات التي تقدمها هذه النظرية أن الإنسان لو كان بعمر 20 سنة، لو سار بسرعة الضوء وترك ابنه الرضيع وغاب لمدة 30 سنة مثلا، سيعود ويكتشف أن ابنه أصبح عمره 30 سنة ولكن الأب لازال بعمر 20، لأنه عندما سار بسرعة الضوء توقف الزمن بالنسبة له أثناء هذه الرحلة. وهذا طبعا من التناقضات أو من مفارقات النظرية التي تجعل جميع هذه الأفكار غير منطقية، ولكن في عالم المعادلات الفيزيائية كل شيء منطقي. النظرية النسبية أيضا تنبأت باختراع القنبلة الذرية من خلال معادلة الطاقة الشهيرة التي ربما معظمنا يعرفها. الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع الزمن. هذه المعادلة أثبتت أنك لو أتيت بكمية قليلة من المادة واستطعت أن تحولها لطاقة، فإنها ستحرر كمية هائلة من الطاقة تتناسب مع مربع سرعة الضوء، أي 300,000 للتربيع. وبحساب بسيط نستطيع القول إن كيلوغرام واحد من المادة يستطيع أن يطلق كمية من الطاقة
تساوي 90,000 تريليون جول. سبحان الله، يعني تصوروا حجم هذه المادة لو تم تحويلها إلى طاقة. وطبعا هذا حدث في القنبلة الذرية التي يعني نعرفها جميعا، والأضرار الهائلة التي عملتها. طبعا القنبلة الذرية شردت وشوهت مئات الآلاف وقتلت الآلاف من البشر، وربما هذه النتيجة كانت أسوأ ما قدمته هذه النظرية. ولكن هناك الكثير من المنافع التي قدمتها هذه النظرية للبشرية، مثل نظام تحديد المواقع العالمي GPS وغيره من الفوائد الكثيرة. أيها الأحبة، نظرية النسبية يعني نظرية عميقة جدا وعظيمة، ولها تطبيقات في حياتنا اليومية. ولكن هنا لابد أن أتذكر معكم إشارة قرآنية إلى نسبية الزمن: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه المعلومات كل من يشاهدنا ويسمعنا. نستودعكم الله وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.